الدفتيريا مرض بكتيري خطير ومعدن. أعراضه: سعال وارتفاع بسيط بدرجة الحرارة، الشعور بالإعياء، وجود رائحة كريهة بالفم، صعوبة في البلع، حدوث إفراز من الأنف، تغير الصوت إلى أجش، ألم في الحلق وتكون غشاء يصعب إزالته، سرعة ضربات القلب، إحساس بالغثيان مع صداع بالرأس، انتفاخ الغدد الليمفاوية الموجودة بالرقبة. وفي حالة ظهور هذه الأعراض على أحد أفراد أسرتك، قم فوراً بإسعافه إلى أقرب مرفق صحي لتلقي العلاج، مع إبلاغ الكادر الصحي عن المخالطين له لإعطائهم الأدوية الوقائية اللازمة حتى لا يصابوا بالمرض. حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا في المرافق الصحية والمواقع المؤقتة. وسيعطى اللقاح لجميع الأطفال ضمن الفئة العمرية من 6 أسابيع وحتى 15 عاماً خلال الفترة من 10 وحتى 15 من مارس 2018 في المحافظات والمديريات المستهدفة: محافظة الحديدة، مديريات الحالية، الحوكة، بيت الفقيه، باجل، الزهرة، محافظة المحويت، مديريات الطويلة، الخبتة، محافظة تعز، مديريات المظفر، مقبنة، محافظة حجة، مديريات عبسة، بكيل الميرة، قفل شمرة، محافظة صعدة، مديرية سحارة، محافظة عدن، مديريات صيرة، الشيخ عثمان، البريقة، دار سعد، محافظة عمران، مديريات عيال سريحة، بني سريبة، ذيبينة، حرب سفيان، ظليمة حبورة، محافظة إب، مديريات ريف إب، الظهار، يريمة، جبلة، السيانية، السدة، السبرة، أمانة العاصمة، مديريات آزالة، الوحدة، معينة، محافظة صنعاء، مديريات جحانة، الطيالة، همدان، الحيمة الداخلية، صحفان، بني حشيش، محافظة ريمة، مديرية مزهر. بادروا لتحصين أطفالكم، اللقاحات متوفرة مجاناً.